تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية زيوز بالإطاحة بخمسة أفراد ينحدرون ما بين ولاية تيزي وزو وتندوف، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 35 سنة، يختصون بالمتاجرة بالمخدرات. العملية التي أسفرت على حجز 5.572 كيلوغرام ومبلغ مالي من عائدات المخدرات يقدر ب 201,500 دينار جزائري وهواتف نقالة ومركبتين تستعملان لنقل المخدرات.